لم يفوت نواب البرلمان خلال جلسة الاختتام لمخطط الحكومة الفرصة لفتح النار على رئيسي الفاف خير الدين زتشي عقب خرجته الأخيرة حول إبعاد الكوادر من المنتخب الوطني، وهو ما وصفه بالقرار العشوائي من الرجل الأول على مبنى دال إبراهيم. كنا نتمنى من أن هذا القرار لا يكون عشوائيا، وفعلا هو أعتقد أنه تم عشوائيا. نأمل من الذي صدر هذا القرار أن يجد البديل الملائم لكي نصعد بمنتخبنا الوطني نحو الصعود الحقيقي الذي يعود بالفائدة ويفرح الشعب الجزائري في هذه الوسيلة الترفيهية التي بقيت الوحيدة للشعب الجزائري. يبقى أنه إبعادهم بشكل مفاجئ يطرح كثير من التساؤلات، وأنا أتمنى أنه رئيس الاتحادية أنه يولي اهتمامه الانسجام المجموعة الوطنية أكثر منهم قرارات فجائية وحاسمة بهذا الشكل. وبطبيعة الحال كجزائري ماهوش كنائب نطلب منه أنه يعاود يلقى أرضية التوافق مع هؤلاء اللاعبين اللي ربما تألقوا ليس فقط في ملاعب الجزائر لكنهم تألقوا في ملاعب الأوروبية. فيما دعا بعض النواب إلى التدخل السريع لوزير الشباب والرياضة الهادي والدعلي لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تهدد استقرار الخضر ولا تخدم مصلحة المنتخب بتاتا. يعني في الحقيقة رئيس الفيدرالي هذا لابد أن يعيد اعتبار هذه، لازم أنا ونحن نطالب تدخل وزير الشباب والرياضة، أكبر لاعبين في العالم يقصوا من هذا، كي يربحوا عندهم الروح الوطنية كي ما يربحوش ما عندهمش الوطنية، هادو ناس وطنيين في الخارج وفي الداخل وطنيين، أنا ممثل الهجرة ممثل المهاجرين الجزائريين، ما عنديش وطنية كلهم جزائريين، كيفاش يلعب تحت العالم الجزائري بوندون 10 ما تقول انت ما تمسحش بالروح الوطنيه باسكو محرز يلا فيه بيتيت تريك كوم سا نا سي بو نو نقسي با الناس هكذا، هذه بلاد هذه واش بيك، هذه رياضه عالميه واش بيك، محرز ما تعرف به دوليا. فهل يصل زتشي الى مبتغاه ويلقي من بضاعته في اكاديميه بارادو من يخلف سليماني ومحرز؟